السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. تحية طيبة لكم مشاهدينا والمسهل بالعناوين. الوزارة الأولى تؤكد مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتدعيم السلم الاجتماعي بما يكفله الدستور والتشريع الوطني، وتدعو العمال إلى التحلي بروح المسؤولية في ممارسة الحقوق النقابية وتفادي الحركات المغرضة. الاضطرابات الجوية تخلف خسائر بشرية ومادية عبر الوطن، وبالمدية متابعة ميدانية قصد مراجعة معايير إنجاز أشغال الحماية والديمومة بابن سليمان. توزيع قرابة 1800 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببسكرة، ولفك الاختناق وتسهيل حركة المرور إطلاق مشاريع لإنجاز طرقات جديدة بالعاصمة. وعشية إحياء ذكرى مجازر 8 ماي تتابعون. ولاية سطيف تستحضر محطة بارزة من النضال الثوري. وفي النشرة شهادة حية من سطيف على بشاعة المستعمر الغاشم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في المستهل، وجه رئيس مجلس الأمة صلاح بوجيل في حوار خاص به اليوم جريدة ليكسبريسون الناطقة باللغة الفرنسية، وجه تحية إكبار وتقدير إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لاتخاذه قرار ترسيم 8 ماي 45 يوما وطنيا للذاكرة حتى لا تنسى تضحيات الشهداء. كما تطرق رئيس مجلس الأمة إلى مجازر 8 ماي الأليمة التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي بسطيف وقلمة وخراطة، مضيفا أن هذه المجازر تبقى إلى الأبد فصلا داميا في تاريخ الاستعمار وسياسة الإبادة التي مارسها في الجزائر. جوجيل تطرق أيضا إلى الخطوات الهامة التي اتخذها الرئيس الفرنسي في إطار مسعى تصالح الذاكرة، عندما صرح بأن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، مبديا استعداده ونيته وتفاهمه لمطلب الجزائر المتعلق باسترداد جماجم زعماء ورجالات المقاومة الشعبية. وبخصوص التجارب النووية الفرنسية، فقد اعتبرها كوجيل جزءا لا يتجزأ من قضايا الذاكرة التي ستبقى تلقي بظلالها وبوزنها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، كما أنها تضفي صفة الإجرام على سياسة الاستعمار التي دامت 132 سنة والتي تمثل أدلة قطعية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من منظور القانون الدولي، ما يتطلب التعامل مع ملف الذاكرة الذي يبقى دوما بعدا مهما في العلاقات بين البلدين، ويتوجب حل عادل لهذا الملف الهام كمسعى دائم لا يمكن تجزئته إلى مراحل. جوجيل تطرق أيضا إلى جهود الجزائر في تدعيم الديمقراطية وبناء الجزائر الجديدة من خلال تشريعيات 12 جوان وإطلاق العديد من الورشات المتعلقة بتعديل الدستور القانون العضوي الجديد للانتخابات الذي سيؤثر التشريعيات المقبلة. كما تطرق أيضا إلى دور المجلس الشعبي الوطني القادم والجهود الحديثة الرامية إلى الحفاظ على استقرار البلاد واستقلالية قرارها السياسي بالرغم من كل المؤامرات وبفضل جبهة الموحدة. جوجيل تناول أيضا أولوية الإنعاش الاقتصادي والعلاقات الجزائرية الفرنسية وعودة الجزائر إلى ساحة الدولية، مجددا مواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة كالقضيتين الصحراوية والفلسطينية ودور الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية. وفي الختام، أكد جوجيل أن وعلى أعداء الجزائر والوطن الذين يتربصون بالجيش الوطني الشعبي لأنه العمود الفقري للدولة، وهؤلاء الأعداء لا يروقهم أن تكون الجزائر دولة ديمقراطية. أكدت الوزارة الأولى في بيان لها أن الدستور الجزائري يكرس بموجب مادتيه 69 و70، والتشريع الوطني يكرس ممارسة الحقوق النقابية بما في ذلك حق اللجوء إلى الإضراب، غير أنه لوحظ مؤخرا أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من قبل بعض الحركات المغرضة التي تريد زرع الفتنة والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها. إن العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة
يجب أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية المكرسة والتعبير عن مطالبهم المهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار المنفتح، كما سبق للسيد رئيس الجمهورية أن عبر عن ذلك شخصيا في عدة مناسبات، كان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 2 ماي. وبينما تسوق له بعض الحركات المضللة التي لا تريد الأوضاع واستغلال ظروفهم المهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة، إن دراسة ومعالجة المطالب المعبر عنها وإيجاد الحلول المناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة المواطنين. ومع ذلك يجدر التذكير بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب أن لا تتم على حساب القوانين ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل، خاصة عبر المصالحة والوساطة والتحكيم، كما هو منصوص عليه في أحكام القانون 90/2 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون رقم 27/91. وفي حالة فشل هذه الآليات واستحالة الحوار، يمكن اللجوء إلى الإضراب في إطار الاحترام التام للشروط المكرسة بموجب القانون، لا سيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري، مع الالتزام بإخطار المستخدم من أجل في أجل لا يقل عن 8 أيام. لقد شهدت العشريتان الأخيرتان تحت حكم العصابة ظهور ممارسات سيئة خرجت عن إطار المطالبة الشرعية للحقوق إلى منطق لا شرعية، متنكرة لمقتضيات الحفاظ على سير المرافق العامة وديمومة الخدمة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأدوات الإنتاج. وجدير بالإشارة إلى أن الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري، وتعتبر ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والمسؤول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية المحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته. وينبغي التأكيد أن هذا النداء موجه إلى جميع العمال من أجل التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية كما هو منصوص عليه في التشريعيات المعمول بها، وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد. إن مسار التغيير الذي بشرته السلطات العمومية من أجل بناء الجزائر الجديدة يقتضي تغليب العقل واستحضار قيم التضامن والتكافل التي دأب عليها الشعب الجزائري من أجل تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. في كنف الحوار المسؤول الذي يكفل معالجة متوازنة وواقعية لكل الانشغالات المعبر عنها، ولذلك فإن الحكومة تبقى عازمة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تدعيم السلم الاجتماعي، كما أنها عازمة كذلك على التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالنظام العام. تعزيزا للحوار وترقيته مع الشركاء الاجتماعيين، والذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية، استقبل أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة الدكتور إلياس مرابط في جلسة استماع جرت في جو من الهدوء والثقة، وخصصت للنظر في العديد من القضايا التي تهم ممارسي الصحة العمومية المختصين والعامين. وبالمناسبة أشاد الوزير بروح التضحية والمسؤولية التي تحلت بها الهيئة الصحية للتصدي للوباء. وفي ختام الاجتماع جدد رئيس النقابة التزام الهيئة الطبية بالعمل لصالح المنظومة الصحية. من جهته أكد الوزير أنه سيتم معالجة الملفات المتعلقة بالترقية في الرتب والنظام الأساسي ونظام التعويضات. في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي صباح اليوم خلال عملية بحث وتمشيط بجبل الشاون ببلدية دراك بولاية لمدية. العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوئين ونظارة ميدان. تأتي هذه العملية في سياق ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي ليتؤكد
التأكيد مرة أخرى مدى حرصها وعزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني. خلفت التقلبات الجوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية لمسيلة هلاك 4 أشخاص، حيث تم انتشال جثثهم من داخل سيارتين بواد الخنق ببلدية سليم وعين الملح حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة عن أشخاص آخرين كانوا على متن سيارة جرفتهم سيول واد جنان الرومية ببلدية بوسعدة. ولمزيد من التفاصيل تلتحق بنا على المباشر من لمسيلة زميلة ليندا مكي. أهلا بك ليندا، ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها للتكفل بالمتضررين جراء الفيضانات ليندا؟ نعم، مساء الخير زملائي. على إثر تهطل الأمطار الغزيرة على ولاية مسيلة وما جاورها، أين شهدت ليلة أمس دائرة بوسعادة فيضانات جارفة تسببت في أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص رحمهم الله. ومن أجل تقديم التعزية لعائلات الضحايا ومواساة المتضررين، قام السيد عبد القادر جلاوي والي ولاية المسيلة للوقوف على حجم الخسائر، وهو الآن معي مباشرة من بوسعادة. سيدي، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها من صباحة اليوم؟ شكرا. يعني حقيقة كما تشوفوا التقلبات الجوية تاع أمس واليوم صباحا فقدنا 5 أشخاص من عائلة واحدة، 3 أشخاص هنا في هذا المعبر، هذا الطريق الذي المنسوب تاع المياه كان قوي، ولذا يعني هو بالسيارة تاعو يعني دمرتها كل هذه المياه، وتم يعني إنقاذ، ليس إنقاذ لأنهم توفوا 2 من العائلة، والثالث ما زالت العملية متواصلة. وعلى المستوى كل الولاية هناك خسائر، يعني ما خسائر، كذلك فقدنا 2 أشخاص البارحة في عين الملح وبلدية سليم، إذن عندنا 5 ربي يرحمهم، ونقدم التعازي لكل أهليهم. وجئنا هنا منذ بداية العملية تاع البحث، وتم بفضل المساعي تاع عوان الحماية المدنية وكذلك مصالح الأمن، وكان هناك دعم من كل السلطات العسكرية والسلطات المدنية ومتابعة من أعلى مستوى للبلاد لكل هذه العملية وعملية أخرى، لأن أنقذنا الكثير في بلدية بوضياف، الشاب صغير 11 سنة تم إنقاذه، وكذلك تم إنقاذ الكثير من السيارات وإن كانوا فيهم ديفامي. والحمد لله هذه الخسائر، يعني كان هناك خسائر في الجسور وكذلك في بعض المعابر وكذلك يعني بعض غمور بعض الساكنة، والسلطات قدمت لنا كل المركزية كذلك. غدا سيحل بالولاية وزير الأشغال العموم، السيد وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية، للنظر في كل الأضرار وكيفية يعني إعادة تصليحها في أقرب الوقت. وإحنا رانا متواجدين ورانا مواسين العائلات تاع لفامي العائلات تاع المرحومين، وما زلنا لجنة ولائية دائما متواجدة لحصر كل النقائص وكل الخسائر، وإن شاء الله سنقوم بالتكفل بكل هذه الخسائر إن شاء الله. إذن زملائي، هذه ما كان لدينا من معلومات لحد الساعة، ولتفاصيل أخرى سنوافيكم بها في الساعات القادمة إن شاء الله. شكرا لك ليندا مكي ولضيفك الكريم، ورحمة الله الضحايا.
رحمهما الله. وبالأغوى تدخلت وحدة الحماية المدنية لفتح الطرقات عبر الأحياء والطرقات عن طريق امتصاص المياه من داخل المساكن والمنشآت إلى جانب سحب بعض المركبات العالقة داخل الوديان. هذه الأمطار تدخلت المصالح المختصة من حماية مدنية، مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، ديوان التطهير، الأشغال العمومية ومصالح البلديات من أجل التكفل بالوضعية، أين سجلنا ما يلي 16 عملية الامتصاص من الطرق والمنازل والأحياء، ووضع أجهزة أمنية للحماية المدنية ومصالح الأمن وإشارات في الطرق التي تعبرها الوديان من أجل منع المواطنين من المغامرة، تدرج جسرين وسقوط حائط بمركز التكوين المهني والتمهين ببلدية سيدي علي مع تكدس الأتربة ببعض أحياء المدينة، وعملية إزالتها متواصلة من طرف الأشغال العمومية وتحت إشراف المباشر للسيد الولي. وعلى خلفية التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية المدية، توجه اليوم وزير الموارد المائية مصطفى كمال مهوبي إلى منطقة بن سليمان التي شهدت في اليومين الأخيرين تساقط أمطار رعدية تسببت في فيضانات خلفت هلك 4 أشخاص. الأولى هذه تاع الحادثة، أولا يقوم علينا بإعادة تحديث الدراسات فيما يخص الفيضانات. ما يخفاكمش أن مدينة المدية تعد عندها 27 موقع ذو مخاطر يعني فيما يخص الفيضانات، وهذا أحد المواقع يعني موقع بن سليمان. بادرنا بدراسات أولية فيما يخص تهيئة كل المجاري المائية، ولكن من خلال الحادثة تاع بن سليمان تاع أول أمس، يعني نعاود من جهة من جديد في تحيين الدراسات وإعطاء تقييم جديد فيما يخص المخاطر. سجلت بولاية تشلف صباح اليوم في تمام 9:27 هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم رشتر حسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. مركز الهزة حدد ب 23 كيلومترا شمال غرب بن حوة. في التعاون، بحث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك باسيرا توركوفيتش، بحث آفاق تعزيز التعاون بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في منطقة البلقان. وتم الإعلان عن الافتتاح القريب لسفارة البوسنة والهرسك بالجزائر. هذا وتبادل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي فقي محمد وجهات النظر حول أشغال مجلس السلم والأمن وبرنامج عمله تحت رئاسة الجزائر الشهر الجاري. اختتم اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية معرض بيع المنتوجات التقليدية والفنية الوطنية لفائدة سلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، والذي يهدف إلى التعريف بالمنتوج الحرفي والموروث الحضاري والثقافي لبلادنا وكذا الترويج له في الخارج. تقول دلال البطب. معرض للمنتجات الحرفية أبدع فيه حرفيون في تصاميم وأشكال عكست عمق التراث الجزائري. حبينا نشاركوا في معارض هكذا باش يعود المنتوج ديالنا يشوفوه الناس في الخارج ونعودوا نصدروه. ماذا بينا لابي تراديسيونيل الجيريان نمدوا له يعني طبعة خاصة ليه، يعني ماشي غير يتلبس في الجزائر ولا بارديز الجيريان، ماذا بينا حنايا يلبسوه الكامل الناس تاع العالم. الهدف يعني من هذا المعرض هو انه التعريف يعني بمنتوج المحلي والموروث الحضاري يعني للدولة الجزائرية، وهذا امام يعني البعثات الدبلوماسية. أنامل بسيطة أبهرت الدبلوماسيين الأجانب الذين توقفوا عند كل تلك التفاصيل التراثية المبهرة. التراث الجزائري تراث غني بثقافة بتاريخ بتقاليد. المعرض جميل جدا، لدي فكرة من قبل على جمال التراث الجزائري، لكن اليوم أعجبتني التصاميم واللوحات المتقنة بشكل دقيق حقا.
أياد مبدعة محافظة على إرث الأجداد ومسوقة لتراث أمة ضاربة في عمق التاريخ. إلى ملف السكن، حيث أشرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريب اليوم بولاية بسكرة، أشرف على مراسم توزيع مفاتيح 1735 مسكنا عموميا إيجاريا. كما تفقد الوزير العديد من المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية في مختلف الصياغ. يقول يونس لك حل الديب: 1735 وحدة سكنية عمومية إيجارية، حصة أخرى تستفيد منها ولاية بسكرة، أشرف على توزيعها وزير السكن والعمران والمدينة. كاري الكرة غالي والمعيشة غالية، ودوكا الحمد لله يا ربي. ما كناش يعني نستناو في هذا الـ يعني هذا الـ كما نقولوا الإنجاز، ويعني والبلاد راهي في تطور وتحسن من جميع السكنات اللي عطاوها المستفيدين. الحمد لله اليوم الحكومة نتاعي تاعنا كل ما حقرتنيش ودارت لي الوجه وعطاتني وزرات معايا وجابت لي حقي. القطب الحضري الجديد بالولاية، ورشة مفتوحة لأكثر من 20,000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 1,000 وحدة من صيغة البيع بالإيجار انطلقت الأشغال بها اليوم. ولاية بسكرة متحصل على برنامج موهب، هو قيد الإنجاز، تقريبا أكثر من 20,000 وحدة سكنية الآن قدر الإنجاز بكل صيغ. اليوم قمنا بوضع حجر الأساس على 1,065 وحدة سكنية تاع وكالة عدل، اللي تخلينا نبوزيسيوني يعني نموقع جميع مشاريع وكالة عدل في ولاية بسكرة. بالعريبي وخلال معاينته لعديد المشاريع السكنية، أكد ضرورة تسليم المساكن في وقتها وتحديد شهر جوان الداخل كآخر أجل لانطلاق المشاريع المتوقفة على المستوى الوطني. وبهدف التخفيف من الازدحام المروري والقضاء على النقاط السوداء في العاصمة، أشرف اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل كمال نصري مرفوقا بوزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريح، أشرف على إطلاق مشروعين لفك الاختناق المروري بكل من بلديتي بئر مراد رايس وبئر خدم، وكذا المشروع الرابط بين الدار البيضاء بن عكنون والزرالدة وطريق الوطني رقم 1. نور الدحمني والمزيد. 17 مشروعاً مسجلاً نفق 2029-2039 لفك الاختناق المروري على بلديات العاصمة، من بينهما مشروعين انطلقت أشغال إنجازهما اليوم. ما بين رابطة 5 جويلية فريفالو 5 جويلية مباشرة نحو طريق الاجتناب الثاني خريسية، راح يربط ثلاث مدن أو يعتبر اجتناب كذلك ثلاث مدن، اللي هي العاشور درارية وباب حسن. النقطة الثانية اللي هي يعني مدخل المحطة بيرمودرايس لاكوت، هو نقطة سوداء اللي راح يتم يعني معالجتها. هذا برهان ليعلم الجميع، يعلم العالم أننا نطبق بحذافيرها التوجيهات التي جاءت في الأجندة الجديدة للحضارية الجديدة التي صدقت عليها الأمم المتحدة سنة 2016 في أواخر سنة 2016، والتي من بين أهدافها هو تسهيل حركة المرور، حركة التنقل لكل المواطنين بدون استثناء. وها نحن مع هذه المشاريع نحقق هذه الأهداف خدمة لمواطنينا أولا، خدمة للمواطن الجزائري، خدمة لكل مستعملي الطريق في الجزائر، وأيضا نحن نحترم ما تعهدت به بلادنا على المستوى الأممي. أبناء القطاع يساهمون فعليا ضمن شراكة سبق وأن قمنا باتفاقية مع المؤسسة الرائدة، شركة وطنية رائدة كوسيدار. هذه الشراكة تسمح للمتربصين بالمساهمة سواء عن طريق التمهين أو عن طريق بعد تخرجهم اكتساب خبرة في مؤسستنا الوطنية. وبخصوص الطريق السيار شرق غرب، كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عن استلام آخر شطر خلال السنة الجارية. تقويا دخل اليوم حيز الخدمة أنبوب الغاز الرابط بين مشرع النوار بن عامة وابن صاف بعين تيموشنت بإشراف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الذي عاين مشاريع تقوية أخرى. يقول أيمن حنفي:
عروض الطلب على الغاز الجزائري تتزايد على مستوى السوق الدولية، وبغية الرفع من حجم الصادرات الموجهة نحو أوروبا عبر البحر يدخل حيز الخدمة أنبوب نقل الغاز الجديد بولاية النعامة كهمزة وصل بين حسر مل وولاية عين تموشنت على طول 197 كيلومتر. تسمى غير مت مكعب كحجم للتسويق بالنسبة لهذا الأنبوب هو شيء هام جدا، وراح يعزز مكانة الجزائر في تسويق الغاز الطبيعي في أوروبا. أما محليا الغاز الطبيعي فقد وصل إلى 90 مسكنا ببلدية القصدير بالنعامة. وإحنا البلاد هذه ما كانش فيها الغاز، والحمد لله اليوم جبتونا الغاز وجبتونا الخير. بدائرة المشرية محطة إنتاج وتوليد الكهرباء بسعة 1200 ميجاوات تدخل طور التشغيل بشبكة توزيع واسعة تغذي ولايات النعامة بشار البيض وسعيدة، وتنتج 1200 ميجاوات عن طريق الكومباين سايل، يعني مزج التوربينات الغازية بالتوربينات البخارية. هذه التقنية تخلي أننا نقلص 30% من الغاز لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء. مشاريع طاقوية كبرى تشكل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني جسدت بأياد جزائرية، بل تعمل السلطات على تصدير خبرتها نحو دول الجوار. في ذاكرة تاريخية وأحياء لذكرى 76 لمجازر 845 واليوم الوطني للذاكرة وتحت شعار الذاكرة تأبى النسيان، أشرف الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيجا بولاية سطيف على انطلاق برنامج الاحتفالات المخلدة للحدث، والذي يضم معارض تاريخية ومحاضرات تبرز البعد التاريخي لهذه المحطة البارزة. وعشية الذكرى نرصد لكم شهادة حية للمجاهد الشريف محمد الهادي ممن عايشوا هذا اليوم الأسود بولاية سطيف. سعيد بلونيس والمزيد. من هنا انطلقت مسيرة التوقيع إلى الاستقلال من قلب مدينة سطيف ذات يوم من 8 ماي، رمزية الزمان، فرحة انتصار الحلف على المحور، وقدسية المكان مسجد المحطة. عمي شريف محمد الهادي كان حاضرا ليحكي لنا لحظة الولادة أمام المنزل أبو ذر غفاري. هذا اللي بدأت المسيرة تاع 845، كان منظمين تاع كشافة اللي لعبوا دور ثاني كذلك كبير بالوجود تاع المسؤولين تاع الكشافة. ثم انطلقنا لنسير على أثر أولئك الذين أرادوها مناسبة لتجديد مطالب الشعب الجزائري. عمي الشريف اتكأ على أحد أبناء الاستقلال ليؤكد بعصاه مفتخرا بما تحقق حاضرا، وأنا أريد أن أغترف من الماضي وما الذي جرى. ينجدوا الأناشيد الوطنية، شعب الجزائر مسلمون في دول الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية تاع البيبيا. في لحظة ما تبخرت أحلام السائرين على الدرب حيث قوبلت الحناجر بالمجازر. أنا انجرحت هنا في أمام القهوة مارتينيز بوزيد سعال مسكين ثاني كذلك الله يرحمه ثاني كذلك هنا. تشجيعا للاقتصاد الأخضر تم اليوم بولاية بازا إطلاق البرنامج المخصص لتمويل المرأة الباكثة في البيت ودعمها لإطلاق مشاريع صديقة للبيئة، وهذا بإشراف كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزيرة البيئة دليلة بوجمع. لتلفزيون خليل تواتي. هذه مادة الدوم هي مساعدة للبيئة، هي أنا حبيتها كحرفية مساعدة للبيئة باش ننحوا الأكياس البلاستيكية. هي نماذج ناجحة تمكنت من تجسيد مشاريعها في نشاطات صديقة للبيئة موجهة بالأساس للمرأة الماكثة بالبيت، والهدف محاربة التبذير وتثمين النفايات المنزلية. نشجع هذه النشاطات في إطار المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النشاط في الوكالة حوالي 1151 على المستوى الوطني باختلاف النشاطات، استخلاص الزيوت، إعادة الرسكلة. ويعني ارتأينا أنه في 2021 يكون تدعيم لهذا النشاطات من خلال الدورات التكوينية.
قطاع البيئة الذي يوفر العديد من فرص الاستثمار يرافق هؤلاء المستفيدين من خلال التكوين والتوجيه. المعهد الوطني للتكوينات البيئية تكون 795 شاب وشابة اللي هما مؤهلين باش يكونوا شركة تاعهم في ميدان الاقتصاد الأخضر، وعندنا 127 شاب وشابة اللي هما الآن عندهم المؤسسة تاعهم. وبالمناسبة تم إطلاق قافلة تحسيسية حول الاقتصاد الأخضر، وكذا عملية تنظيف نموذجية بشاطئ شنوى بتيبازا. صحيا، شكلت الإجراءات المتخذة للإبقاء على نشاط زرع الأعضاء في ظل الجائحة محور ندوة أشرف عليها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بحضور الوزير المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح، حيث تم الإعلان عن إطلاق السجل الوطني للرفض، وذلك تجسيدا لقانون الصحة الذي يعد إنجازا يسهل على المهنيين تحديد المتبرعين من بين المتوفين. تم إعداد وإطلاق السجل الوطني للرفض يسهل للمهنيين عملية تحديد المتبرعين الميتين دماغيا، وبهذا الصدد تم إعادة بعث وتسجيد ميداني لمشروع انتزاع وزرع قرنية في مستشفى مصطفى باشا الذي سيلبي جانب من الطلب، كما سيساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد. وقطاع الصحة بولاية بشار يتعزز بست سيارات إسعاف مجهزة لفائدة المؤسسات الاستشفائية الجوارية، أشرف على توزيعها اليوم وزير الصحة الذي أعلن بالمناسبة عن إطلاق عملية رعاية ستضمن وفرة الأطقم الطبية والجراحية. المزيد في مراسلة جويدة باب أحمد. انعدام مصلحة خاصة بالأطفال المصابين بداء السرطان بمركز مكافحة السرطان ببشار من أهم النقائص التي يعاني منها هذا الصرح الصحي، والتي تم طرحها على سيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد الرحمن بن بوزيد خلال زيارته الميدانية بالولاية. من أكبر الانشغالات التي يعاني منها المواطن البشاري هي مرضى السرطان لدى الأطفال. وردا على هذه التساؤلات صرح السيد الوزير أنه سيتم إطلاق عملية رعاية دائمة تشمل التوأمة ستشرف عليها المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران، والتي من شأنها ضمان مسار النشاطات الجراحية دون توقف على مدار السنة وفي جميع التخصصات. تكون فيه اتفاقية ليست توأمة باريناج، ستادير المستشفى الجامعي يشرف على المركز هنايا ويعطيه كل 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 الطابع بالمستوى بالتكوين حتى التكوين الإداري. ليشرف السيد بن بوزيد في الأخير على توزيع 6 سيارات إسعاف مجهزة على بلدية الولاية. في تطورات الوضعية الوبائية، سجلت خلال 24 ساعة الماضية 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات رحمهم الله، فيما تمثل 138 مصابا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. في موضوع آخر، أشرف اليوم وزير شؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بالعاصمة على انطلاق المسابقة الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم بفرعيها القارئ المتميز وصغار حفظات كتاب الله. المزيد مع قدر شوابي. براعم حناجرها تصدح بكتاب الله جاءوا من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في المسابقة الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم. في أحسن ما يمكن أن يتنافس عليه المرء ألا وهو كلام رب العالمين حفظا وضبطا وتلاوة. وهذه مسابقة تشجيعية، اسمها أصلا تشجيعية لصغار حفظة، إن شاء الله هم كبار إن شاء الله. جئت اليوم إلى الجزائر العاصمة من أجل المسابقة في التظاهرة القرآنية جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده.
15 مشاركا في مسابقة صغار الحفظة، وبنفس العدد يتنافس آخرون في فرع الفائز المتميز. ترشح 15 من كل فرع لهاتين المسابقتين، وسيعلن إن شاء الله عن الفائزين الأوائل الثلاثة من كل فرع في ليلة القدر. هي فرصة لاكتشاف قدرات الفئات الصغرى وتشجيعهم على حفظ كتاب الله. أكد اليوم الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية السيد هشمي عصاد ضرورة تعميم اللغة الأمازيغية عبر مختلف الإذاعات الوطنية بصفة تدريجية، معلنا خلال نزوله ضيفا على إذاعة بومرداس عن تنظيم يوم دراسي حول أهمية توظيف اللغة الأمازيغية في غرس القيم الوطنية عبر الأثير. جويليا القادم ببومرداس. تقترح المحافظة مجموعة من يعني الأعمال الإبداعية باللغة الأمازيغية تتغنى عن حب الوطن بكل المتغيرات اللسانية الأمازيغية، نقدمها يعني هنا في ولاية بومرداس، وكذلك على الهامش يكون نشاط أكاديمي آخر خاص بلقاء مع ذوي الاختصاص في الأسماء التوبونيمة لتوفير الشروط الموضوعية لإنشاء مؤسسة أو جمعية تتكفل بهذا المجال. حزبيا نكد رئيس حزب الوسيط السياسي العروسي رويبات أحمد بن قسنطينة إن حزبه يعتمد مشروعا سياسيا نظيفا لخوض غمار التشريعات. المشاركة في الحياة السياسية من أجل بناء مؤسسات دستورية تساهم أو تستهدف حماية أو المساواة بين جميع الجزائري والجزائريات في الحقوق والواجبات، وبالتالي مشروعنا السياسي نظيف، مشروعنا السياسي نبيل، فقط أنتم عليكم صناعة رأي عام يقبل بفلسفة التغيير. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، نفت المحكمة الإسبانية العليا استدعاء رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي حسب ما أفادت به وكالة الأنباء فرانس بريس. وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد أكدت في مؤتمر صحفي أن رئيس الصحراوي إبراهيم غالي سيغادر إسبانيا عند انتهاء فترة علاجه. ختام النشرة ماجدة ومشاهدين، أو في مستجدات فيروس كورونا في العالم، تخطت حصيلة الإصابات في الهند 21 مليونا اليوم بعد أن سجلت رقما قياسيا آخر بأكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية، فيما تجاوزت الوفيات 4000 وفاة. بل ختام النشرة رشيد من ولاية بشار التي تلقى فيها محلات بيع القهوة رواجا كبيرا بتعدد الأذواق والنكهات خاصة خلال الشهر الفضيل. دنيا نوالي والمزيد. القهوة مشروب يعد من بذور البن المحمصة، وللقهوة الكلاسيكية تأثير كبير. هنا بولاية بشار وجدت رواجا كبيرا، حيث يجتهد المختصون ليبدعوا في صنعها بأذواق جديدة ومتنوعة أطلق عليها اسم الكوفي شوب. شغل تخصصنا احنا في البن، مقولون حمصون طحنون بريبارو، وكاين زعما كاع انواع تاليكو قهوة نخدموها حنايا، نخدموها كما نقولوا بطريقة طبيعية ناتشورال، ما تضرش الزبائن او اي احد. نخدموا الأذواق تاعنا، عندنا 12 ذوق، وعندنا كما نقولوا أذواق طبيعية ناتشورال، وكما أنواع القهوة عندنا أنواع كارابيكا، عندنا روبيستا، هذو أنواع عاديين. تجد القهوة إقبالا كبيرا من قبل الجميع باختلاف فئاتهم وأعمارهم، خاصة شهر رمضان الكريم أين تتضاعف الطلبيات على هذا المنتج الذي يصنع متعة السهرات الرمضانية. من الجودة ناحية المعاملة، ناحية النظافة، في كل مجال زعما كنا الحمد لله. كل يوم الفطور ان شاء الله نجي هكا نتكل على الله نجي ولا التراويح نجي ان شاء الله. كل يوم راني نجي ندي قهوة هنايا في الشهر الفاضل، القهوة يعني فيها الأذواق متوفرة. محاولة حصر أنواع القهوة تكاد تكون أمرا صعبا لتعددها وتفنن الصانعين في إنتاج الأذواق التي تلقى رواجا تعدى ولاية بشار. وبنكهة القهوة نختم هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه.
الوزارة الأولى تؤكد مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتدعم السلم الاجتماعي بما يكفله الدستور والتشريع الوطني، وتدعو العمال إلى التحلي بروح المسؤولية في ممارسة الحقوق النقابية وتفادي الحركات المغرضة. الاضطرابات الجوية تخلف خسائر بشرية ومادية عبر الوطن، وبالمدية متابعة ميدانية قصد مراجعة معايير إنجاز أشغال الحماية والديمومة بابن سليمان. توزيع قرابة 1800 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببسكرة، وبالعاصمة إطلاق مشاريع لإنجاز طرقات جديدة لفك الاختناق وتسهيل حركة المرور. وكما تابعتم عشية إحياء ذكرى مجازر 8 ماي، ولاية سطيف تستحضر محطة بارزة من النضال الثوري، وتابعنا في النشر أيضا شهادة حية من سطيف على بشاعة المستعمر الغاشم. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة وسحفتكم. تقبل الله صيام الجميع، السلام عليكم.